تهبط الاحزاب السياسيه وتطورها. الاحزاب السياسيه اللي مقرراتها اليوم راه في القرارات ديال الافراغ، ديال كشف الامكانيات. الاحزاب السياسيه اليوم تعيش ازمات حقيقيه. اذا شنو غيفعل هذا الدستور؟ شنو غينزلوا؟ هذه الاحزاب الفريه احزاب قويه. اذا حنا اليوم مطالبين اولا بنقد ذاتي لانفسنا كاحزاب سياسيه، كناس يمينيه، كناس يساريه، كانت محافظه، كانت نص نص، كيف ما كانت، حنا مطالبين باش نرجعوا لانفسنا لبناء مغرب قوي، لان المغاربه هو الشعب ذكي، والمغاربه كله بغاو العداله الاجتماعيه، بغاو تكافؤ الفرص، وبغاو يعيشوا في سلم وفي امان، لان الشعب ديال الاخوه. شكرا.